في دراسة عملوها وقالوا ايه؟ قالوا عنها ان الدراسة دي ممكن تساعدك بشكل كبير جدا انك يعني تتخلص من بعض المشاكل والضغوطات النفسية اللي انت بتمر بيها بسبب حاجة يمكن احنا مش حاطينها كده ايه في الاعتبار بقوة، يعني اللي هي يا نورا الافلام المفضلة. بس كده، عارف لو الفيلم شفته يا مؤمن عارف مثلا 100 مرة 50 مرة 30 مرة مش فارقة، مع انك عارف احداثه وعارف النهاية وعارف هيحصل ايه، وبرغم كده انت برضو ايه انت قاعد مستمتع. زي بالظبط كده اخدوها في نفس السكة، او احنا ممكن نحللها في نفس الطريق بتاع ان بعض الناس كده اول ما بنشغل مثلا الست ام كلثوم بتلاقي ايه دخل في حاله الروقان، وفي البعض اول ما يشتغل عبد الحليم العندليب بيخش في حاله تانية الرومانسيه، ويخش على طول على موسيقار الاجيال عبد الوهاب يقول لك ايه يعني الفن. فاهمه؟ اقصد ان كل واحد بيبقى ليه كده ايه الحته بتاعته، حتى لو قعد يكررها 100 مره مش فارقه، هو دخل في هقول لك ليه في بقى. الجزء بتاعه لا اللي هو ايه بقى وليه بقى. هي الدراسه قالت ايه يا جماعه؟ قالت انه لما حد مننا بيكون عنده فيلم او مسلسل مفضل وعارف الاحداث بتاعته، فده بيحسسه بالامان، دي الكومفورت زون او السيف زون اللي هو بيلجا لها لما يكون عايز يفصل دماغه. يعني هو مش لسه قاعد هيتابع حاجة جديدة ولسه هيتوقع الأحداث ويبقى قاعد مشدود كده واللي هو يا ترى ده هيحصل ولا مش هيحصل والحاجات دي كلها، لا هو عارف الأحداث ومختار القصة أو الفيلم عن طريق إرادته، يعني اللي هو حابب إنه هو يروح له عشان هو ضامن إنه مفيش حاجة هتحصل تضايقه، ضامن إنه مفيش حاجة هتفاجئه، هو عارف كل الحاجات اللي هتحصل. ده هتلاقوه في إيه بقى؟ هتلاقوا مثلا لو جبت سيرة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مهما يتعرض في التلفزيون هتلاقينا كلنا قاعدين ومتنقين وبنتفرج. عبد الغفور لسه خلصان كان بيتعرض عندنا على صدى البلد دراما، لسه خلصان امبارح كانت الحلقة الأخيرة، قعدت اتفرجت عليه كله. ده واحد مثلا من المسلسلات اللي مهما تعادت هتلاقي الناس بتحب إنها تتفرج عليها. ده حقيقي فعلا. أنا بالنسبة لي مثلا بحب يوميات ونيس، لو لقيته في أي وقت ممكن أدخل أنا على اليوتيوب أجيبه وأقعد أتفرج على السبع ثمان أجزاء بتوعه. مع عائلة الحاج متولي مهما تعرض الناس برضه هتقعد تتفرج عليه. ثوابت. أنا مثلا فيلمي المفضل اللي هو مهما تعرض بروح له فيلم عسل أسود، مهما شفته ومهما قلبت قنواته ومهما خلاص انا حافظاه وحافظه الافيهات وحافظه هيعمل ايه هنا مهما اتفرجت عليه. هو ده بالنسبه لي يعني خلاص اللي هو اول ما الاقيه وانا بقلب كده خلاص انا قعدت اتسمرت ما بقومش من مكان ما بعملش اي حاجه. ففي كده شويه افلام هتلاقي كل الناس طبعا مجمعه عليها، مش افلام، مش بالضروره افلام، اقصد اعمال دراميه، يعني هتلاقي كل الناس مجمعه عليها وهتلاقي عند كل واحد عمل مميز ليه، هو ليه ذكرى معاه بيحب يشوفه وحاسس انه في التوقيت ده مثلا بيفكروا بحاجة معينة او بيفكروا بفترة زمنية في حياته، فهتلاقوا كل واحد ليه سببه او مود معين. انت ايه فيلمك او مسلسلك المفضل؟ بص لك على حاجة، يعني هو انا ممكن اخدها في سكة ايه، مش لازم تكون كلها حاجات مثلا درامية او رومانسية، لا انا بحب الحاجات اللايت. انا ممكن استمتع بالحاجات اللي فيها ايه اكشن شويه، الحاجات اللي فيها تشغيل دماغ شويه بحب ده، حتى لو شفته كذا مره. انا عايز اقول لك على حاجه، لسه في مسلسل خلصان اسمه القضاء بتفرج عليه بقالي 3 سنين بقالي 3 يعني سنين يعني بجد فاروق من ساعه ما دخل لنا في المسلسلات التركي واحنا مش عارفين نشيله منها. إيه؟ لا يعني الغريبه ان هو خلص. ده الغريبه بالنسبه لي ان هو خلص الحمد لله. انا في مسلسل والله يا ايه بقى، مش انا اللي متابعاه، ماما متابعاه من قبل ما اتخطب، اتخطبت وجوزت وحملت وخلفت والمسلسل لسه شغال، مش عارفه اسمه، لعبه القدر حاجه كده. بيتعرض في التلفزيون، انا بجد والله في 4 سنين اهم من حياتي المسلسل لسه شغال، انا بجد مش فاهمه بيجيبوا احداث منين. طب هل الممثلين دول لسه عايشين؟ يعني ايه الكواليس اللي بتحصل؟ انا مش عارفه. بس ده حلو، خلي بالك. لا لا لا، لان واحنا صغيرين برضو كان عندنا مثلا فرانس مثلا اللي كان اتعرض بس اجزاء. ايوه اقصد ان في حاجات استمرت معانا لحد ما كبرنا شويه ولسه مرتبطه. يا روى انت عارف يعني ايه مسلسل يومي بقاله 4 سنين؟ يا روى في ايه بجد؟ طب